أستاذ محمد، في البداية كيف ترى هذا الدور الذي يراد من مصر ضمن هذه التحركات لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في هذه المرحلة؟ بومبيو عندما تحدث وألقى كلمته من داخل القاهرة من الجامعة الأمريكية بالتحديد، تحدث عن ملفات محددة ومعروفة: أمن الكيان الصهيوني، محاربة الإرهاب، مواجهة إيران. من وجهة نظرك في أي إطار تأتي هذه الزيارات وأي دور يراد لمصر منها؟ والله هو الموضوع ده جاي في إطار فرض السياسة الأمريكية الجديدة على الشرق الأوسط وإعلان الإملاءات الأمريكية من داخل القاهرة، ومنها على مثال التأكيد على خطة عاصمة إسرائيل. يعني ده شيء يعني كان في منتهى السوء. مايك بومبيو فشل في إقناع العديد من الدول إن هي تنقل سفارتها. طبعا لما الرئيس ترامب أعلن عن نقل السفارة القدس، كان هدف من هذا القرار ان الدول الاخرى تحت حزب وتحت اسرائيل على دعم دولي في قصه الاعتراف الدولي بقدس عاصمه اسرائيل. الموضوع ده فشل تماما. فجزء من اهم الملفات اللي اتكلم عنها مايك بومبيو غير موضوع امن اسرائيل اللي هو طبعا يعني الشاغل اداره ترامب، التاكيد على ان قدس عاصمه اسرائيل من داخل القاهره. نعم. هي اكبر دوله عربيه. هم بيحاولوا حتى الطرق هم يثبتوا الفكره دي ويفرضوها كامر واقع ويحاولوا يسوقوها، لدرجه ان في بعض الاحزاب الاسرائيليه من كتر وقحتهم يعني بتطالب ان مصر كمان تنقل سفارتها للقدس، وان السيسي لازم ان هو يعني يقدم لاسرائيل خدمات كثيره جدا، لان اسرائيل قدمت خدمات كثيره جدا للسيسي وما زالت خدمات سياسيه وتدعمها بشكل كبير جدا، فبيطلبوا انه على الاقل يعني ينقل السفاره المصريه للقدس.